طيب عادتك مع كابتن خطيب يعني نزلت صور كتير الحقيقه، اعتقد حاجه مشرفه جدا وحاجه محترمه جدا ان يكون رئيس نادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي متواجد وفي وسط دايما اللاعبين، وبعد كده طلعتوا قعدتوا مع بعض اعتقد في غرفه اجتماعات مجلس الاداره. طبعا كان شعور بالنسبه لي، مبسوط جدا. كابتن خطيب اسطوره، الاسطوره بتاعت الاسطوره، بتطمن عليا ومبسوط من نجاحاتي بره جدا، وبتطمن على رجلي واحنا معاك وفي ظهرك ومستني ترجعكم الاول. طبعا القعده طبعا مع كابتن الخطيب ادتني دفعه جامده بالنسبه للاصابه، عشان اتكلم معايا عن الاصابه وكده، وطبعا ما فيش حاجه تتوصف اللي انا شفت كابتن الخطيب وقعدت معاه. كنت مبسوط جدا جدا. وكابتن الخطيب كان في موقف قبل كده حصل، بس مش هو، ما كانش رئيس النادي، كان تقريبا نائب الرئيس. كنت انا لسه صغير وكنا بنلعب غزل المحله وجا ضربه جزاء، وكان في لعيبه كبيره في الملعب، لعيبه كبيره وانا اسمي ما كانش موجود في اللي شوط ضربه جزاء. فانا خدت ضربه الجزاء وقلت لهم هشوطها، الدنيا تضرب تقلب، الجهاز يناديلي، اللعيبه، قلت لهم والله ما اسيب الكوره، هشوطها انا هشوطها. قمت داخل الاول؟ قمت داخل مضيعها. كنا بنلعب غزل المحله وجبت جون، كنا خسرانين 1-0، ضيعت ضربه الجزاء والشوط خلص. طبعا الاوضه بقى في اوضه تسمع صوت كل حاجه. كان المدير الفني؟ كان كابتن فتحي مبروك. حسام ولا فتحي مبروك؟ كابتن فتحي. اوكي. فجيت بقى قمت جايب جون، فجالي قال لي اللي انت عملته ده غلط، يبان، قال لي غلط، بس يبان شخصيه لاعب صغير هيبقى حاجه. يعني يبقى في لعيبه كبيره في الملعب وانت واخد الكوره واثق في نفسك وعايز اشوط وضيعتها وجبت جون. يعني المفروض لاعب صغير ضيع كوره زي دي خلاص طلع بره الماتش. انا ضيعت ضربه جزاء، نزلت الشوط الثاني اول 5 دقايق قمت جايب جون. فدي من المواقف اللي انا كابتن الخطيب جالي قال لي ما تعملش كده تاني، بس الموقف يدل ان انت هتبقى حاجه. يعني هو علمك الحاجه ان انت ده غلط، ما بيحصلش في النادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت ده بيورينا ان ده شخصيه قويه، شخصية تقدر تعتمد بالزبط عليها بعد كده. بالزبط. دروس، ما كل الحياة دايما تلاقي فيها دروس. طبعا. كابتن خطيب في النادي، هنا هنا هنا.